بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بداية الأسبوع، وبإذن الله إن شاء الله يكون أسبوع مثمر مليء بالنجاحات والانتصارات والبطولات بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة إن الفترة الأخيرة بنعيش فترات رائعة في جميع الجوانب، سواء الجوانب الرياضية الاجتماعية الرياضية، حتى على مستوى الألعاب الفردية والجماعية ومستوى كرة القدم، وتصدر فريق النادي الأهلي الدوري العام وقرب حسم المنافسة خلال الفترة القادمة، مع استعداده أيضا كمان لموعد نهائي دوري أبطال إفريقيا. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة، وهنتكلم على نتيجة مباراة الأمس وفوز الأهلي على طلائع الجيش في استاد الكلية الحربية بهدفين مقابل لا شيء، وتعزيز الصدارة، صدارة الدوري العام، وقرب حسم المنافسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي نفس الوقت مفيش وقت للراحة، على طول 48 ساعة، وعندنا مباراة مهمة جدا يوم الاثنين المقبل أمام سيراميكا كليوباترا، عشان فرصة نقفل صفحة الدوري العام ونركز على المرحلة الأهم خلال الفترة اللي جاية. عارف ناس كتيرة مستنية تسمع تفاصيل مهمة على موقعة نهائي إفريقيا، ولكن احنا عندنا دلوقتي حدث أهم، مباريات الدوري، الانتصارات اللي بيحققها الأهلي في الدوري، وكمان خلاص مباراة أخيرة أمام سيراميكا، ثم بعد كده هنتكلم على المباريات الإفريقية خلال الفترة اللي جاية. لكن نبدأ مع بعض النهاردة حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأيكم، أفضل لاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالأمس من وجهة نظركم مين؟ هل هدف أفشة؟ هل السولية؟ هل ديانج؟ هل مصطفى شوبير؟ تقدروا تجاوبوا بقى من خلال وجهة نظركم ورؤيتكم عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على مين أفضل لاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش. ولكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، مجلس إدارة الأهلي يضع الترتيبات النهائية لافتتاح فرع التجمع، وكمان الفريق يبدأ استعداداته لمواجهة سيراميكا بدون راحة، وأخيرا سلة الأهلي يواجه داون السنغالي في نهائي بطولة البال 3. النهاردة الساعة 7 عندنا مباراة مهمة جدا، نهائي بطولة إفريقيا، بطولة البال اللي بتقام حاليا في رواندا. النادي الأهلي كان كسب في مباراة الدور نصف النهائي فريق استاد مالي، كانت مباراة صعبة جدا وقوية جدا، لكن الأهلي قدر بخبرات لاعبيه وقدرات الفريق والجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش، قدر الأهلي يتأهل إلى المباراة النهائية. ولكن هتكون مباراة صعبة جدا، لأن أنت هتواجه فريق سنغالي اسمه تاونز، والفريق ده كسب بطل أنجولا اللي كان مرشح إنه يكون موجود في المباراة النهائية. وبالتالي النهارده بإذن الله كل الدعوات والتمنيات يا رب بإذن الله لفريق الباسكت رجال النادي الأهلي، هم يقدروا يرجعوا ببطولة إفريقيا، بطولة البال، وتكون بطولة وإنجاز جيد إن شاء الله لقطاع كرة السلة والنشاط الرياضي في الفترة الأخيرة. طب نروح لمباريات اليوم، وخلاص بقى المباريات الأوروبية بتلملم الأوراق في اللحظات الأخيرة، والنهارده جولة الحسم في الدوري الألماني. من سيكون بطل البوندسليغا؟ بروسيا دورتموند أم بايرن ميونخ؟ في أكتر من مباراة تتلعب في توقيت واحد دلوقتي عشان مباراة الحسم. طيب في هذه الأثناء هناك مباراة مهمة جدا في الشوط الأول أو في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ما بين بروسيا دورتموند مع ماينز، وبروسيا دورتموند لو كسب يفوز بالدوري الألماني، ولكن المفاجأة إنه حتى الآن خسران 0-2 على أرضه. لايبزيج مع شالكة 2-1 للايبزيج، يونيون بيرلين مع فيردر بريمن 0-0، كولن بيلعب حاليا مع بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ كسبان خارج أرضه 1-0. البايرن لو كسب ودورتموند خسر نقول مبروك على البافاري فريق بايرن ميونخ الدوري الألماني. بروسيا مونشنجلادباخ مع أكسبورغ 1-0، متقدم بروسيا مونشنجلادباخ، وانتراخت فرانكفورت بيستضيف فرايبورج والنتيجة التعادل السلبي. فولفسبورج بيلعب مع هيرتا برلين والنتيجة تقدم فولفسبورج 1-0. بوخم متقدم أيضا على باير ليفركوزن 1-0. شتوتغارت بيستضيف هوفنهايم وما زال التعادل السلبي بين كلا الفريقين. دي مباريات القمة والقوة والإثارة في الدوري الأسباني، كلنا عارفين الأسباني انتهى وفاز برشلونة، الإيطالي نابولي، الإنجليزي مانشستر سيتي، لكن يتبقى الدوري الألماني والصراع ما بين بروسيا دورتموند مع بايرن ميونخ. طيب في ختام هذا الأسبوع إن شاء الله في حدث مهم جدا، وإحنا تعمدنا في بداية الحلقة نتكلم على في العناوين
مجلس إدارة النادي الأهلي يضع الترتيبات النهائية لافتتاح الفرع الرابع، فرع التجمع، في الأول من يونيو يوم الخميس المقبل. حتى في اجتماعات أخيرة، والنهاردة حتى كان في اجتماع بصورة ودية لوضع الترتيبات النهائية. ولكن أول أمس كانت في زيارة مهمة جدا، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي واللواء أرقان حرب وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية قاموا بجولة تفقدية بفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس زي ما انتم شايفين على الشاشة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بافتتاح الفرع والمحدد له الأول من يونيو المقبل. جاء ذلك في حضور دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي والمهندس سامح كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة والعميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع. وعقد رئيس النادي جلسة مع اللواء أرقان حرب وليد عارف لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة باستلام الفرع قبل افتتاحه رسميا بإذن الله. نشوف جزء من الجولة ثم نرجع عشان عندنا تفاصيل أيضا متعلقة بفرع التجمع الخامس بإذن الله. We'll be right back.
والله منشأة رياضية وحدث رياضي مهم جدا بالنسبة لمصر وللنادي الأهلي حتى بشكل خاص. لو تتفرج كده وتبص على المنشآت الرياضية في فرع النادي الأهلي الرابع في التجمع الخامس، الحمد لله النادي الأهلي عنده مقر رئيسي في الجزيرة، وفرع في مدينة نصر، وفرع في الشيخ زايد في أكتوبر، وفرع في التجمع. كل ما بيكون فيه توسع في المناطق الجغرافية في القاهرة وأنحاء القاهرة والجيزة وأكتوبر، على طول النادي الأهلي بيحب يروح وياخد فرع وياخد أرض ويعمل تعمير في المنشآت الرياضية، لأن دي في النهاية بتبقى إضافة للقطاع الرياضي والقطاع المؤسسات الرياضية بشكل عام. شايفين يمكن أكتر من حوالي 80% من المساحة المحددة لفرع النادي الأهلي في التجمع الخامس نقدر نقول يعني تم إنجازها وإنهاءها بشكل كبير جدا. والتكلفة المالية والصرح الرياضي ده أكيد كانت فيه شغل كتير جدا وناس اشتغلت عليه على مدار أكتر من حوالي 4 سنين أو 5 سنين في الفترة اللي فاتت. بصوا على الصورة والجمال والجميل كمان وانت بتعمل فرع النادي الأهلي، كل حاجة داخل الفرع بتعبر ان ده مقر النادي الأهلي، فرع النادي الأهلي، دي بوابة النادي الأهلي. في جامع، مبنى اجتماعي، حمامات سباحة، حدائق للأطفال على أعلى مستوى. يعني الاهتمام بس مش بالجانب الرياضي، ده بالجانب الرياضي والجانب الاجتماعي. وعلى فكرة لو رحت مدينة نصر هتلاقي حدائق الأطفال بنفس الشكل ده، لو رحت الشيخ زايد هتلاقي حدائق الأطفال بنفس الشكل ده، بحيث إن فروع النادي الأهلي ومقر النادي الأهلي الرئيسي كلها بتبقى صورتها معبرة عن بعضها، إن ده في النهاية بيكتمل في كيان واحد وهو كيان النادي الأهلي. هل العمل متعلق بس بالإنشاءات والمباني والبنية التحتية، ولا كمان في اجراءات بتتم قبل الافتتاح يوم الخميس اللي جاي؟ لان في اجتماعات بتتم منذ فتره عشان الترتيبات والاجراءات، حضور وزير الشباب والرياضه، حضور المحافظ، حضور كافه الجهات المسؤوله في الدوله، لان في النهايه الصرح ده مش بيخص النادي الاهلي بس، لا ده بيخص البلد في المقام الاول. احنا في النهايه كلنا بنخدم بلدنا، بنخدم البلد اللي احنا عايشين فيها، عشان في النهايه مصر الجميله والكبيره تبقى الناس شايفه ازاي دور الأندية ودور المؤسسات الرياضية بتطلع أبطال، بتطلع نجوم، بتكسب بطولات وبتعمل إنجازات. لأن في النهاية العلم اللي بيترفع خارج مصر هو علم مصر، فالنادي الأهلي دائما وأبدا بيبص قدامه على هدف واحد، إن اسم مصر ومكانة مصر تكون موجودة رقم واحد، سواء أنت بتلعب كرة قدم أو بتلعب كرة سلة أو بتلعب يد أو طايرة أو عندك بطل أولمبي في السباحة أو في التنس الطاولة أو في أي لعبة فردية. لكن كمان على مستوى المنشآت، بصوا على المنشآت دي، لما مصر بتنظم بطولات إفريقية شوفوا الضيوف لما بيجوا بيزوروا النادي الأهلي. أنا فاكر في 2006 حضرت كأس أمم إفريقيا في مصر، اتلعبت مباراة ودية ما بين الإعلاميين المصريين مع الإعلاميين الأفارقة، اتعملت في ملعب رقم 4 في النادي الأهلي في مدينة نصر. مصر نظمت 2019 أمم إفريقيا، الوفد الإعلامي والصحفي جم زاروا كمان مقر النادي الأهلي في الجزيرة. فالنادي الأهلي هو صورة معبرة عن الرياضة المصرية وعن المنشآت الرياضية في مصر بشكل رائع جدا. طيب ده على المستوى البنية التحتية والإنشاءات والتحديات اللي جاية خلال الفترة الجاية، ولكن كمان في أعضاء حريصين على الاشتراك والتواجد في فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس. في اجتماعات تمت في الفترة الأخيرة، وكان في لجنة العضوية برئاسة الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة عملت اجتماعات وفي مقابلات مع الأعضاء الراغبين للاشتراك في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، والاشتراك في الفرع الجديد بقى والمميزات اللي ممكن يحصل عليها العضو في الساعات الأخيرة قبل افتتاح الفرع يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. في مقابلات شخصية وفي تفاصيل كتيرة، نطلع نشوف في التقرير ده اللي تم من خلال اجتماع لجنة العضوية مع الأعضاء الجدد في فرع النادي الأهلي في التجمع الخامس. لحظة أفخر بها كل أهلاوي وكل مصري، إن صرح كبير من أحد من القلعة الحمراء هيفتتح إن شاء الله يوم 1/6. النهاردة اليوم زي ما يعني حضرتك شفت كده وكل الأجواء الموجودة، كان كابتن محمود الخطيب اقترح لجنة تواجد لجنة العضوية
جوه فرع التجمع، يعني دايما بنعمل لجنة الأضوية في المقر في الجزيرة. فكابتن محمود الخطيب ادى تعليمات ان احنا نبدا هنا في التجمع الخامس. اقبال زي ما حضرتك شفت اليوم، اقبال غير طبيعي من الراغبين في الاضويه، وكانت فكره طبعا جميله جدا ان احنا نتواجد في وسط النادي مع الاعضاء، لدرجه يعني زي ما حضرتك لاحظت في من الساده الاعضاء الراغبين عمالين يكلموا ناس على اساس ان يلحقوا فرصه النادي، لان طبيعي في اي وقت ممكن الادويه تزيد، لان الادويه مبلغها زايد جدا مقارنه بكم الانشاءات وكم ما تم عمله بفرع القاهره الجديده، فرع التجمع الخامس. حاجه مفخره، حاجه يفخر بها كل اهلاوي وكل مصري. كم انشاءات في اوقات مؤسسات كثيره قوي بتقلص اعمالها للازمات الماليه اللي موجوده في العالم كله، لكن سيظل النادي الاهلي له الرياده في كل المجالات. هو دايما لما بيجي يفتتح فرع النادي بيبقى مثلا 50% 40% 30% من الانشاءات كملت. الحمد لله 80% من جميع الانشاءات تمت جوه النادي الاهلي، اولا اللي هي المرحله الاولى اللي فيها البنيه التحتيه كلها اتعملت. كم بقى الانشاءات اللي متواجده نفسها جوه النادي واصلين حوالي 80%، وده رقم يعتبر في افتتاح نادي حاجه مبهره يعني. الحمد لله الحمد لله الاداره التنفيذيه بتقوم بدور معانا على اكمل وجه، بالخط الدكتور سعد شلبي سخر كل الامكانيات بتاع اداره الاشتراكات وادارات معاونه متواجده النهارده فرع التجمع الخامس. الاستاذ عز حلمي مدير عام الاشتراكات مع الاستاذ محمد رمضان مدير الاشتراكات الجزيره، الاستاذ تامر مسؤول اشتراكات التجمع، وكل العاملين في اداره الاشتراكات بصراحه وادارات اخرى قمه التعاون. يعني الناس دي بسبب الضغط الكبير جدا على العضويات اللي موجود اليومين دول بقى لنا فتره، يعني تقريبا بيمشوا من النادي الساعه 10 11 بالليل عشان يكملوا الاجراءات ويسرعوا بالاجراءات للاعضاء. الواحد فخور وهو شايف خلية عمل داخل النادي الأهلي، الكل بيشتغل. الكابتن محمود الخطيب في تفقد المنشآت مع إدارة الأشغال العسكرية، الأستاذ طارق أنديل لجنة العضوية والاجتماع والمقابلات الشخصية، الإدارة التنفيذية دكتور سعد الشلبي وكمال عميد أحمد النحاس مدير الفرع في التجمع الخامس. لا الواحد سعيد ومبسوط لأن الكل بلا استثناء، مجلس الإدارة سيادة الوزير العامر فاروق والأستاذ خالد مرتجي، أستاذ محمد الضواطي، محمد الجرحي، أستاذ محمد الغزاوي، دكتور محمد شوقي، دكتور مهند مجدي، أستاذ محمد سراج حاليا رئيس بعثة الأهلي في كرة السلة حاليا في رواندا والنهارده نهائي افريقيا، الكل بلا استثناء بيشتغل بشكل كبير جدا. مش عايز انسى حد، لكن بامانه خليه نحل الكل بيشتغل عشان في الاخر نشوف الصوره الطيبه دي باذن الله، سواء في القطاع الرياضي والفوز بالبطولات في جميع الالعاب او حتى على المستوى الاجتماعي والانشاءات والتطوير اللي احنا بنشوفه في كل الفروع. وعشان كده دايما النادي الاهلي الناس كلها بتكمل شغل بعض، يعني النادي الاهلي دائما وابدا الشعار الاساسي الاهلي فوق الجميع، تاريخ مبادئ تطوير، الكل بيشتغل عشان صورة ومكانة النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي ضمن عائلة الأهلي يفضل دايما رقم واحد سواء في مصر أو حتى خارج مصر. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى على مباراة طلائع الجيش وأهم المكاسب في مباراة الأمس، وكمان هنستعد إزاي لمباراة سيراميكا في ظل حالة الإصابات اللي ضربت مرة واحدة كده مركز حراسة المرمى. الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حتى كمان حمزة علاء كان تعرض لإصابة، فهنطمن أكتر على حالة الفريق قبل مواجهة سيراميكا ولكن بعد الفاصل. طيب مباراة امبارح، فوز الأهلي على طلائع الجيش في استاد الكلية الحربية بهدفين مقابل لا شيء. نتيجة وأداء الشوط الثاني حاجة والشوط الأول كان حاجة ثانية خالص. لكن ده منطقي ومعقول ومقبول في ظل التغييرات اللي موجودة في التشكيلة الأساسية. أنت لو بتتفرج على الأهلي من بعد ما خلص مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لا التشكيل بيتغير. وده طبيعي جدا في ظل الروتيشن اللي بيحاول يعمله مارسيل كولر قبل موعد مباراة النهائي. انت عندك ثلاث مباريات في فترة صعبة جدا ومضغوطة جدا، انت لعبت يوم الثلاث اللي فات ولعبت امبارح الجمعة، وعندك بعد بكرة مباراة يوم الاثنين مع سيراميكا كليوباترا. طبعا من رابع المستحيلات انك تلاقي لعيبة تقدر تلعب ثلاث مباريات مضغوطة في الدوري المحلي في اقل من سبع ايام، وهي كمان راجعة من ضغط كبير جدا في المباريات الافريقية.
لعبت مع الترجي قبلها مع الرجاء، ضغط المباراة في كاس عالم انديه ثم مباريات المجموعات في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي كان طبيعي جدا مارسيل كولر يعمل روتيشن وتعديل في التشكيل. بس الميزه وانت بتعدل في التشكيل وبتعدل في مراكز اللعيبه وبتريح عناصر وبتشارك بتشرك عناصر تانية بتكسب. ده ما كانش بيحصل في السنوات اللي فاتت. السنوات اللي كنت بتعمل ايه؟ بتكسب افريقيا، بتروح كاس عالم انديه، بترجع بميداليه، بتعمل مباريات كبيره جدا. بس بتيجي في الدوري كنت بتخسر نقاط امام نفس الفرق دي، تتعادل مع انبي، تخسر من الجيش، تتعادل مع سيراميكا، مباراه في الثانيه والثالثه تلاقي نفسك ايه، خسرت الدوري، سواء بقى بسبب الاجهاد والتعب او حتى بسبب الاخطاء التحكيميه اللي كانت مؤثره بشكل كبير جدا السنتين اللي فاتوا. لكن السنه دي لا، كولر الوضع اتغير. مره يريح كهربا، حسين الشحات وعبد المنعم، الفرقه بتكسب ماشيه كويس جدا. امبارح بيريح معلول، بيريح محمد هاني، بيريح بيرسي تاو، الفرقه بتكسب. وفي الاعتبار وضع في الاعتبار كمان ايه، انت الشناوي عندك مثلا مصاب وموقوف الثلاث ماتشات دول، علي لطفي لعب الماتش اللي فات وتعور وما كملوش وما لعبش ماتش امبارح وغالبا مش هيكون موجود في ماتش من الاثنين. كمان مصطفى شوبير امبارح يعني لو قل قدر الله خرج كان هيلعب مكانه مصطفى مخلوف، وده حارس صاعد لسه هيبقى اول مره يخش اصلا يلعب مباراه مع الدرجه الاولى. يمكن مصطفى موجود شويه مع الفريق بقاله سنتين ومقيد في القائمه الافريقيه فابتدى تكون عنده شويه خبرات. لكن الوضع ده لا، الحمد لله الاهلي ماشي بشكل كويس دفاعيا وهجوميا وحتى في مركز حراسه المرمى، فالامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا. هدف قفشه كلنا مبسوطين منه لكذا حاجه، بس ابرزهم حاجه واحده، بيستعيد الذكريات. فين تسديدات قفشه بتاعت زمان؟ التسديده زي دي من سنتين ثلاثه حسمت لقب قاري كبير جدا وكان مهم جدا جدا جدا. فهدف قفشه ليه مميزات كتيره قوي، ولا احتفال قفشه كمان يعني ده من الحاجات كمان بقى ايه، تحيه لوالده اللي موجود في المدرجات، فالاجواء كلها كانت حلوه. وبصوا حتى فرحه اللعيبه بقفشه، يعني الاجمل من الهدف وقصه الهدف وخطا حارس الطلائع، شوفوا فرحه لعيبه الاهلي بمحمد مجدي قفشه لما احرز الهدف، لان هو كان محتاج جون زي ده في توقيت زي ده. امبارح السوليه ظهر بشكل كويس، هيبدا يستعيد مستواه من تاني. شفنا امبارح كمان اليو ديانج كان فارد يعني اداؤه وطريقه لعبه في وسط الملعب. محمد اشرف لاعب صاعد بيلعب في الجبهه اليسرى مكان معلول. خالد عبد الفتاح مش جديد، شفناه في كذا مناسبه بس كويس يلعب في التشكيله الاساسيه مكان محمد هاني. تلعب بطاهر، تلعب بعبد القادر. امبارح سافيو نزل شارك في جزء من المباراه، وسافيو حاسس ان جمهور الاهلي بيحبه ومستنيه ياخد فرصه تانية، وده شيء ايجابي مع لاعب اجنبي حاسس ان الجماهير عايزه تديله دعم في توقيت زي ده. ضربه جزاء واحراز السوليه، مكاسب كتيره قوي يا جماعه. وطبعا امبارح ركله الجزاء اللي كانت واضحه وكنت اتمنى ان الكابتن بنا يحسبها من اول مره، ولكن الفار طارق مجدي بصراحه كان مميز في تدخلاته مع الكابتن محمود البنا. عموما ثلاث نقاط مهمه، الاهلي بقى في الصداره ب 56 نقطه، بقى لنا 11 مباراه مؤجله. لو المنافسين بيراميدز فيوتشر زمالك، او حتى الزمالك بعيد شويه دلوقتي، هو المنافسين اكتر بيراميدز وفيوتشر يعني، لو خسروا مباراه او اتنين انت مش محتاج تكسب الست ماتشات من 11، ممكن محتاج تكسب اربعه. فكل ما المنافس بيخسر كل ما عدد المباريات اللي انت محتاج تكسبها مش هتزيد، هتقل. ناقص لك 11 دلوقتي محتاج تكسب 6، خسروا تكسب 5، خسروا تكسب 4. فربنا يسهل بدري بدري كده ايه القصه تخلص عشان نريح ونستعد لدور السوبر اللي هيكون بدايه مشاركه الاهلي في الموسم الجديد ان شاء الله قبل دوري ابطال افريقيا. لكن في تفاصيل فنيه، وانتوا عارفين دايما من خلال برنامج الترند بنروح اكتر للسوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا بتهتم بقى بلغه الارقام والتحليل والسكاوتنج، واحنا دايما معاكم كده بعد كل مباراه بنشوف السوشيال ميديا والارقام والتحليل الرقمي ممكن يكون ازاي مع الاهلي في الفتره الحاليه. لذلك معايا على التليفون الكابتن ايمن محمد محلل الاداء عشان نسمع منه رؤيته والارقام اللي يكون يعني رصدها بخصوص مباراه الامس للاهلي مع طلائع الجيش. استاذ ايمن مساء الفل. مساء الفل يا محمد. تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتي لكل الساده المشاهدين واهلا بيك. ما رصدته بالامس من مباراه الاهلي وطلائع الجيش واللغه الرقميه والتحليل الاداء الخاص بلعيبه الاهلي سواء في مباراه امس او حتى لو عندك ارقام على المباريات السابقه قبل مواجهه سيراميكا في ختام الدوري او ختام المباريات المؤجله للاهلي في الدوري يوم الاثنين. طيب خلينا نتكلم على سمعك وانت بتتكلم دلوقتي على فكره الروتيشن. خلينا نقول ان الروتيشن سبب نجاح الروتيشن، سبب نجاح مارسيل كولر في تطبيق الروتيشن، ان بقى عندك سيستم لعب واضح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللعيبه في كل العالم انت محتاج سيستم تشتغل عليه
في الثلاث مراحل او في الثلاث مناطق بتوع الملعب، سواء في الدفاع او في الوسط او في الهجوم. وبمجرد ما انت بتبقى موضح السيستم بشكل كبير وفي واجبات وتكليفات واضحه بشكل كبير ونسبه الابداع موجوده، بس بتخدم المجموعه وبتخدم الخطه وبتخدم التكتيك اللي انت استخدمته، بيبقى سهل جدا ان اي حد يدخل هو عارف هو مطلوب منه ايه، لانه شاف قدامه المنافس او شاف قدامه زميله لما كان بيلعب في ارض الملعب بيتحرك ازاي وايه المطلوب منه، والتعليمات بتتكرر. ولما انت بتكرر اسلوب مره واثنين وثلاثه وبتنزل البدله مره واثنين وثلاثه حتى في الماتش العادي او في الماتشات اللي قبل كده، فاللعيبه بتاخد نفس السيستم بتاع الناس الاساسيين، فبيبقى سهل جدا 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 انك انت تطبق الروتيشن. فسبب نجاح الروتيشن هو سبب تكتيكي قبل ما يكون سبب بدني او سبب فني. السبب التكتيكي ان المدرب حاطط سيستم لعب واضح ما بيتغيرش، طبعا في فروقات فرديه ما بين فلان وفلان وما بين لاعب وما بين لاعب، لكن السيستم في الاخر أكيد. انت بتدخل جوه العجله بتاعه الخط الوسط او ادوار الاجنحه، فبيبقى كل واحد دوره معروف سواء في الاظهره او سواء في خط الوسط او في خط الهجوم. عايز اقول لك بقى على حاجه، يعني انا مش متخصص قوي في لغه الارقام زي ما انت عارف، انا متخصص اكتر في تحليل الاداء التكتيكي. انا عايز اقول لك على حاجه وانا قلتها من اسبوعين، بسط في اخر ثلاث دقائق لعبهم محمد مجدي قفشه في ماتش احد الماتشات، الماتش اللي قبل اللي فات، فتحديدا في ماتش الترجي في افريقيا، وقلت ان محمد مجدي قفشه هيكون ورقه الاهلي الرابحه او احد اوراق الاهلي الرابحه في مباراه الوداد. وعايز اقول لك نستبق الاحداث، لو انت عايز نعمل سبق للاحداث او تحليل سريع للنقطه ديت اقول لك ليه. لان الوداد، وبشكر طبعا فريق طلائع الجيش وبشكر الماتش اللي قبليه ماتش انبي وكمان ماتش سيراميكا اللي هيبقى بنفس السيستم، لان ده هيبقى تدريب او ثلاث تدريبات عمليه لمواجهه الوداد في مباراه القاهره، لان الوداد هيلعب بنفس السيستم اللي لعب بيه الثلاث فرق ديت ونفس الافكار بتاعته اللي طبقها قدام صن داونز، اللي هو هيسد لك الكوره خالص وهيبقى عندك ظهرين جنب او ظهرين قلبين الدفاع هم اللي بيمتلكوا الكوره والباقي كله متراقب وبيحاول ان هو يلعب في الميديم بلوك. طيب أكيد. انت لما بتيجي تلعب طبيعه اللعيبه اللي موجوده في المساحات الضيقه دي جدا، انت محتاج لاعب تكون الحركيه بتاعته اسرع، يكون الاستلام بالدوران اسرع، تكون رؤيته اسرع. كانت الناس بتنتقد محمد مجدي قفشه وكان عندهم حق، لان هو كان مقصر في حق نفسه في وقت من الاوقات، لكن اسرع من اسرع اللعيبه اللي بتخرج الكوره من رجليها دلوقتي سواء في الماتش الترجي او في الماتش اللي فات ماتش امبي لما نزل او حتى في الماتش امبارح كان محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه رؤيته عاليه جدا، الباص بتاعه كويس جدا، كانت بتنقصه حته التسرع او فكره انك انت تبقى سريع في القرار، انك انت تبقى تسرع القرار بتاعك. فمجدي او قفشه هيبقى مهم جدا في مباراه الوداد، لان المساحات الضيقه ديت هتبقى محتاجه حركيه واستلام بالدوران اسرع وتصرف اسرع، بالاضافه ان هو كمان عنده ميزه التسديد. انت خلي بالك لعب قفشه امبارح في مركز 8 وانسجامه في خطه 4 3 3 حتى في الماتشات اللي فاتت لما كولر كان بينزله كبديل، هو ما بيقلبش الطريقه، هو خلاص مثبت 4 3 3، فهو هيكون كمان تصير كويس جدا جدا سواء لكهرباء سواء لشريف في مباراه الوداد. فانت بتكتسب عنصر اضافي، انت عندك عناصر مختلفه، انت عندك تمانيات لكن كل تمانيه منهم ليه عنصر او ليه قدرات مختلفه تماما عن الثاني، وتقدر من خلال المباراه ومن خلال المنافس ومن خلال توزيعك ومن خلال فكرتك ازاي انت هتواجه المنافس انك انت تستفيد بكل الاوراق الرابحه. فانا شايف ان قفشه احد اهم المكاسب اللي حصلت ما بين مباراه الترجي ومباراه الوداد القادمه ان شاء الله. طيب دي جزئيه، الجزئيه الثانيه لما كولر ريح لعيبه واشرك لعيبه ثانيه، يعني ادى مساحه مشاركه اكتر لعبد القادر وطاهر وقفشه، امبارح نفس الفكره ريح تاو، شارك برونو سافيو، معدل الراحات اللي ممكن يديها كولر للعيبه، انت كمحلل اداء شايف الراحات دي ما بين كل مباراه والتانيه، يعني اللي ريح المباراه الاولى امام انبي كان موجود امبارح، واللي ريح مباراه امبارح اكيد هيبقى مش موجود، اكيد هيبقى موجود المباراه اللي جايه، فحتى مده الراحه اكيد يا محمد انت ايمن شايفها اكيد، يعني ايه مش المساحات الكبيره، مش هريحك في الثلاث ماتشات، لا كل مباراه هيبقى فيه راحه لعناصر وعناصر التانيه لا. طبيعي جدا. وكمان نقول حاجه للساده المشاهدين، ان كمان الناس لو اخذت بالها ان بعد الماتش بيحصل تمرين للمجموعه اللي ما شاركتش، ليه؟ لان بتحاول توصل بالمستوى البدني لكل اللعيبه، طبعا هيبقى التمرين غير ماتش او حمل أكيد. غير الحمل التدريبي بتاع الماتش، لان الحمل التدريبي بتاع الماتش في علم التدريب هو اعلى حمل،
بس انت بتحاول تقرب المسافات. حاجه كمان نقطه مهمه جدا، انت الماتشات او في ماتش انبي انت بدات التغييرات في الدقيقه 60 ونزلت 3 تغييرات مره واحده، وده نفس اللي حصل امبارح. فانت بتحاول تخلي اللعيبه تلعب ستينات، يعني 60 دقيقه زي ما احنا بنقول بلغه الكوره او في لغه التدريب او لغه التحليل، انت بتلعب ستينات 45 دقيقه، بيبقى في عناصر معينه بتلعب 60 دقيقه وبتكمل الماتش اللي بعديه 30 دقيقه. ايمن ده يخليني اسالك سؤال، هي فكره ارتباط التغيير الاول بالدقيقه 60 بغض النظر على الامور التكتيكيه وطريقه اللعب او انت عايز تغير كناحيه تكتيكيه داخل الملعب، بس ده ليه علاقه كتحليل اداء بمعدلات اللعيبه نفسها بدنيا، الكل يبقى قريب من بعض، عشان كده انت كمدرب بتبقى حريص ان التغيير الاولاني يكون متساوي مع كل الفرق مع كل المباريات يعني، ولا؟ طبعا طبعا، انت بالذات في الماتشات المتقاربه، في الماتشات المتقاربه احنا دايما بنيجي نعمل ايه في الملعب؟ في الماتشات الوديه بندي لعيب النهارده 60 دقيقه، وممكن يكون عندنا ماتش تاني يوم فممكن ياخد ساعتها ربع ساعة أو نص ساعة بس، وهكذا. والعكس بالعكس، يعني لو اتنين بيلعبوا باك شمال فبنغير 60-30 30-60 عشان خاطر نخلي الريتم كل واحد أو الفترية بتاعته كلها واحدة. ليه؟ لأن أنا لما باخد أجازة وبرجع بعد كده بلعب بالحمل أو بشتغل على الحمل التدريبي بتاعي بشتغل بشكل طبيعي جدا، فالناس كلها ببقى عارف إن كله واخد نفس الحمل التدريبي على الفترات المتقاربة اللي فاتت، وبعد كده ببتدي أشتغل على نظام الأسبوع زي ما أنا هبتدي أشتغل إن شاء الله من بعد مباراة سيراميكا لمباراة الوداد. فده طبعا بيأثر بدنيا جامد جدا لو أنت بتبقى حاسب النقاط دي، طبعا بغض النظر عن الأسباب التكتيكية زي ما أنت قلتها، لكن هي طبعا بتبقى محسوبة. مش ببقى بقول أنا هنزل ده في الدقيقة 60 أو ده في الدقيقة 70 أو ده 50، لا، انت بتبقى حاسب كل واحد. بالاضافه كمان بيبقى فيها كمان نوع من انواع بقى انا محتاج ايه من الماتش دلوقتي، لان انا لما باجي اخرج ما ينفعش ان انا اخرج كل العناصر اللي ممكن تخل بالنظام، ولو ان زي ما احنا قلنا الفريق كله بقى الحمد لله ما شاء الله داخل في نفس السيمتريه، الحمد لله نفس السيستم، بيأدي بنفس الجوده. زي ما احنا قلنا طبعا هتبقى في فروقات فرديه ما بين كل اللعيبه، لان مش كل اللعيبه زي بعض، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلقناش كلنا زي بعض، لكن كل واحد بيشتغل طبقا للسيستم طبقا لقدراته. وانا عن نفسي انا ببقى مستمتع وبقعد مطمن جدا. انت لو خلي بالك اللي بيخلي جماهير الاهلي مطمنه دلوقتي ايه؟ انك انت وانت بتتفرج على الماتش حتى لما بيبقى فيه استحواذ سلبي، هو مش استحواذ عرضي، لا، انت هتلاقي ما بين كل 15 ثانيه في تمريره بتتضرب في العمق، اكيد في عمق خط الوسط او على حدود منطقه الجزاء وبترجع تاني. بس انت معنى كده انك انت اللعيبه بتتحرك اسرع، اللعيبه عارفه اماكنها، التوقيتات الربط ما بين خط الدفاع وخط الوسط بيبقى ممتاز جدا، وبالتالي بيبقى شكلك بيبقى كويس وما بيبقاش عندك قلق خالص ان الجونين يجوا في الشوط الاولاني زي ما حصل في مباراه انبي، او ان الجونين يجوا في الشوط الثاني زي ما حصل في مباراه طلائع الجيش باذن الله. أيمن أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتحليل الأداء الرائع للفترة الحالية اللي فيها الأهلي، ويا رب بإذن الله تكون النتائج فيها أمور إيجابية أكتر كمان في الفترة الجاية. احنا داخلين على حسم بطولات سواء إفريقيا أو حتى الدوري في الفترة اللي جاية، الجهود دي كلها أكيد لازم بقى تصفر في النهاية عن بطولة كبيرة إن شاء الله. خدنا 2 سوبر، بطولة كاس، فيا رب بقى البطولات الأكبر والأهم الدوري ودوري أبطال إفريقيا يكونوا من نصيب النادي الأهلي خلال الفترة القريبة دي إن شاء الله بالنسبة للأهلي. طيب ده الجزء المتعلق بتحليل الأداء والأهلي حاليا وصل لفين. طيب أخبار الفريق بقى، لأن الفريق عنده مباراة صعبة جدا يوم الاثنين مع سيراميكا كليوباترا، وأكيد سيراميكا من الفرق اللي عايزة تعمل أي نقاط، وفي تغيير تام في الجهاز الفني حاليا بيقوده الكابتن حلمي طولان، فأعتقد هتبقى مباراة صعبة جدا. والأهلي كمان بيعمل روتيشن عشان المباريات اللي جاية في البطولة الإفريقية، عشان كده كل التفاصيل الخاصة بالفريق وأخبار الفريق ونطمن على حالة المصابين، كل ده نعرفه من زميلنا محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. محمد مساء الفل. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. طمنا عليك بس في الأجواء اللي انت فيها دي، انا شايف فيه تراب وبتاع، بس طبعا النادي الأهلي جوه نتيجة طبعا فيه بقى جناين والأشجار، فيعني اخف وطأة شوية من الشارع بره، فالاخبار عندك ايه؟ والتمرين كمان اعتقد هيتاخر شويه بسبب الاجواء الخماسينيه اللي احنا شايفينها النهارده في مصر. كم محمد، خلينا في البدايه اتفق معاك طبعا في كلامك اللي كنت بتقوله في المقدمه، ان مباراه في غايه الصعوبه امام سيراميكا كليوباترا، طبعا المباراه المؤجله من الاسبوع 27 طبعا بسبب الضغط. يمكن انت بتلعب اول مباراه امام انبي 48 ساعه، بتلعب امام طلائع الجيش 48 ساعه، بتلعب امام سيراميكا كليوباترا، واكيد طبعا في الخلفيه مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يوم 4 يونيو. وبالطبع مدير فني جديد ومدير فني كبير جدا كابتن حلمي طولان بيتولى المسؤوليه بشكل جديد لسه مع سيراميكا كليوباترا، اعتقد دي كلها عوامل هتخليها مباراه صعبه. ولكن اعتقد اداء النادي الاهلي امبارح
طمنا وطمن كل جمهور النادي الاهلي ان اي 11 راجل هيبقوا موجودين لابسين تيشيرت النادي الاهلي ايا كان لونه. كمان بالمناسبه يا محمد، سواء احمر او اسود او كمان اللون الجديد امبارح الذهبي، اعتقد هم قادرين على حسم المباراه وان شاء الله حظ 3 نقاط. زي ما انت اتكلمت احنا عملنا يعني بطولتين سوبر، بطوله كاس، قريبين جدا ان شاء الله من بطوله الدوري وكمان دوري ابطال افريقيا باذن الله بمنتهى الهدوء بمنتهى الحسم نخلص كل البطولات القادمه باذن الله. وده طبعا اللي شفناه في الملعب امبارح واداء اكثر من رائع من الفريق. يمكن على طول ما فيش وقت للراحه بقى يا محمد، انت بتتكلم ان النهارده خلاص السبت، بكره الحد، بعد بكره الاثنين على طول مباراه سيراميكا كليوباترا، على طول في تدريب النهارده. يمكن حالا انا معاك على الهواء دلوقتي، يمكن بيتم تجهيز الملعب من قبل الجهاز المعاون لمستر مارسيل كولر وكمان من المسؤولين عن المسطح الاخضر داخل ملعب مختار التتش هنا. يمكن دقائق قليله وهيبدا باذن الله مران الاهلي الاول وزي ما بنقول الاساسي كمان لمباراه سيراميكا كليوباترا. يمكن طبعا عارف ليله المباراه بيكون تمرين خفيف يا محمد، ولكن النهارده باذن الله هيكون تمرين قوي جدا. المجموعه طبعا اللي لعبت مباراه الامس بشكل اساسي هيبقى فيه تمرين خفيف ليهم واستشفائي في الجيم، ومن بعده بعد التمرينات الخفيفه في الملعب طبعا المجموعه الباقيه اللي ما شاركتش هتخوض التمرين بشكل طبيعي جدا، ويتم ختام التمرين بتقسيمه قويه جدا. طبعا في هذه الاثناء كمان في محاضره فنيه للجهاز الفني مع اللاعبين بيتكلم فيها طبعا عن اخطاء الفريق ونقاط القوه والضعف اللي حصلت امبارح في المباراه، وكمان منافس فريق النادي الاهلي في المباراه القادمه سيراميكا كليوباترا طبعا بيتم دراسته بالفيديو من قبل الجهاز الفني كله مثل مثل كولر ومعاونيه والمسؤولين عن التحليل الفني عشان تحفيز كل لاعب دوره في المباريات القادمه باذن الله. كنا كمان اطمنا امبارح محمد زي ما قلت لك ان اي 11 لعيب هيكونوا موجودين في الملعب هيكون لهم الافضليه باذن الله، خاصه في هذه المرحله المهمه زي ما انت اتكلمت. طبعا مكاسب عديده محمد اكيد بيتفق معايا من مباراه الامس، انك المباراه ال 12 على التوالي الحمد لله لم يحرز فيك اي اهداف، خاصه هم بثلاث حراس مختلفين يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديمها نعمه علينا باذن الله ونستمر في هذه السلسله من عدم استقبال الاهداف اللي بالتالي يا محمد بتؤدي الى الفوز باذن الله. واعتقد يعني انك تحافظ على سجل مبارياتك بهذه كمان المباريات المتتاليه من الفوز ده بيدي دفع معنوي للاعبين وبيخلي يبقى فيه ثقه في النفس، خاصه انك داخل زي ما قلت مرحله مهمه جدا في الدوري العام ومرحله مهمه جدا او المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا. زي ما انت اتكلمت كمان على الاجواء النهارده ويعني جو ربيعي ورياح الخماسين موجوده، يمكن بعض الرياح المثيره للرمال والاتربه، ولكن اعتقد ان شاء الله يعني كلها لحظات ومع دخول الفترات الاولى من الليل هتهدى تماما، ويعني باذن الله كمان مع رش الملعب ده هيساعد اللاعبين بشكل كبير جدا ان هم يقضوا مرانهم في اجواء مثاليه واجواء اكثر من رائعه. عايز اطمن منك يا محمد على مصطفى شوبير. امبارح مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اتكلم قال ان في يعني عمل غرزتين فوق الحاجب وكان في قطع وممكن عينه يبقى فيها تورم، بس نتاكد تاني يوم هيبقى فيه فحص طبي. هل في كلام رسمي نقدر نطمئن من خلالك على حاله مصطفى شوبير؟ علي لطفي هل ممكن يلحق ماتش الاثنين؟ الشناوي كده كده حتى لو الحمد لله بقى سليم وكويس، وانا عارف ان خلال الايام اللي جايه هيكون في نتائج ايجابيه بخصوص الشناوي، بس كده كده الشناوي موقوف 3 ماتشات فمش هيكون موجود في ماتش سيراميكا. فلو عندك اي يعني خبر نسعد بيه جماهير الاهلي كده قبل مباراه سيراميكا باذن الله. يعني مبدئيا زي ما انت قلت محمد الشناوي طبعا خارج المباراه سواء للاصابه او كمان للايقاف. علي لطفي للاسف هيكون خارج مباراه سيراميكا كمان، مش هيبقى فيه لحاق بيه، خاصه ما فيش استعجال يعني على الدفع بيه بالمباريات غير بعد شفائه بشكل تام الاصابه، خاصه انك بعد كده زي ما انت عارف عندك مباراه نهائي افريقيا بعدها ب6 ايام بالظبط، فطبعا مش هيبقى فيه مجازفه بعلي لطفي. مصطفى شوبير ان شاء الله موجود في مباراه سيراميكا، طبعا موجود كمان معاه مصطفى مخلوف وحارس فريق كمان 2005 حازم جمال اللي يعني مستر ميشيل يمكن في ثقه كامله فيه ويمكن بيتم تثبيته كتير جدا مع الفريق الاول طبعا في ظل غيابه تتكلم في محمد الشناوي علي لطفي وكمان حمزه علاء. فاعتقد باذن الله يمكن كلنا اطمنا وشفنا مصطفى شوبير يمكن كمل الدقائق المتبقيه من مباراه انبي ومن بعدها بالامس عمل اداء اكثر من رائع امام طلائع الجيش، ان شاء الله اصابته خفيفه وباذن الله يكون موجود في حراسه عرين النادي الاهلي باذن الله في مباراه سيراميكا كليوباترا. ان شاء الله من يوم الثلاثاء علي لطفي باذن الله موجود مع بقيه زملائه في الفريق، وان شاء الله يعني برضو اعتقد على الثلاثاء او الاربعاء هيتم حسم موقف محمد الشناوي طبعا بالاتفاق ما بينه وما بين دكتور احمد ابو عبله وكمان مستر مارسيل كولر، وان شاء الله يا رب يكون كل اللاعبين يا محمد جاهزين والقوام كله جاهز باذن الله لمباراه الوداد. وطبعا الاختيار ال 11 او كمان ال 20 لاعب يخش قائمه المباراه ده حق اصيل الجهاز الفني، ولكن اتمنى طبعا ان كل الادوات المتاحه تحت ايده تكون جاهزه ويكونوا موجودين، وطبعا يعني زي ما بنقول نحطه في حيره ايجابيه باذن الله يكون محتار يختار ال 20 لاعب اللي هيكونوا مع قائمه المباراه او كمان ال 11 اللي هيبداوا باذن الله يا محمد باذن الله رب العالمين. باذن الله. شكرا محمد توفيق على كل هذه الاخبار والمعلومات من مقر النادي الاهلي بالجزيره. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، ونروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. حساب يلا كوره عمل حسبه كم نقطه يحتاج الاهلي للتتويج بالدوري رسميا. بيراميدز الوصيف حاليا يتبقى له 7 مباريات واقصى ما قد يصل له هو 76 نقطه
مما يعني أن الأهلي يحتاج إلى الفوز بست مباريات فقط ب 18 نقطة من أصل 11 مباراة متبقية ليتوج بالدوري بشكل رسمي برصيد 77 نقطة، وده احنا شرحناه في بداية الحلقة. حساب يلا كورة ومصدر بالأهلي قال ورد عبر يلا كورة على أنباء رحيل كهربا في نهاية الموسم، قال الكلام ده مش حقيقي وكهربا مستمر لسه كمان سنتين مع الأهلي حتى 2026. حساب كورة بلس واتكلموا على قصة 76 يوم لكولر مع الأهلي بدون هزيمة منذ أن تولى المسؤولية مع النادي الأهلي، لم يخسر الحمد لله كولر خلال الفترة الأخيرة سوى في بعض المباريات الإفريقية، لكن محليا لم يخسر. ولكن من 11 مارس بعد خسارة ماتش سان داونز على مدار 76 يوم الأهلي لم يخسر سواء محليا أو حتى إفريقيا. يلا كورة وفي أخبار بتتردد عن تحديد 20,000 مشجع، لكن الأهلي طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الوداد. كمان حساب بطولات نقل عن الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اللي قال فيها طلبنا الأمن بتواجد السعة الكاملة للجماهير في نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد وننتظر الرد، ولا يوجد قرار صدر حتى الآن بعدد الجماهير المقرر حضورها، وبالتالي قصة العشرين ليست نهائية ولسه في مطالبة من الاتحاد والأهلي. آخر حاجة معايا في ترند الأهلي حساب يلا كورة، الاتحاد الإفريقي دخل على الخط واستفسر من الأهلي عن الحضور الجماهيري وطالب بالسعة الكاملة لنهائي إفريقيا سواء الذهاب في استاد القاهرة أو حتى الإياب في مركب محمد الخامس في كازابلانكا. السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، أفضل لاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، نشوف رأي الجمهور معانا. الزعيم بيقول صراحة ديانج عمل مباراة رائعة، ومصطفى شوبير ومتولي أداء رائع، ونجم المباراة كولر. ناخد رأي تاني معايا، مروان بيقول هو أفشة، هو ولدنا أفشة، التعليق الشهير طبعا على محمد مجدي أفشة. أستاذ جمال الشافعي بيقول السلية أبو ليلى الصراحة نجم النجوم. دي كانت آراء الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، لكن للأسف طبعا وقتنا بيجري معاكم بسرعة وما بناخدش كل الآراء، بس قدر الإمكان بنحاول ناخد أكتر قدر من آراء السادة المشاهدين. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا بإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.